لا حديث بين أنصار فريقي النادي الإفريقي والنجم الساحلي إلا عن الأزمات المالية الخانقة والفوضى التسييرية التي أصبحت فعلا تهدد كيان كبيري الكرة التونسية والعربية والإفريقية في السنوات الماضية، بدليل أن نادي بيبي جديد والإتوال أصبح بلا مخالب في بطولة تونسية تحوم حولها الشبهات والنقائص والفضائح من كل جانب. ويكفي أن نلقي نظرة على الترتيب العام بعد نزول الستار على الدوري التونسي لنجد النادي الإفريقي في قاعة الترتيب وقبله النجم الساحلي، وهو ما يؤكد فعلا وقولا أن الفريقين في وضعية لا يحسدان عليها رغم عراقاتهما وتاريخهما الحافل بالنجاحات قبل أن تدور الأيام ويتنكر الرجال لمزايا النادي الإفريقي والنجم الساحلي اللذين زاد الاستشهار الخليجي في الأيام الأخيرة في تعميق جراحهما بحكم أن عقد الاستشهار القطري شرف على الانتهاء. والأخبار المتأتية من بلاد البترودولار يؤكد أصحابها أنه لا نية لهذا المستشهر لتجديد العقد مع هيئة هيكل دخيل. ومن جانب آخر، نزل الخبر الصاعقة على جمهور النجم الساحلي بعد أن قررت شركة الطيران الإماراتية إيقاف عقد الاستشهار مع الإتوال قبل نهايته بموسمين، الشيء الذي زاد في كهربة الأجواء داخل نادي كان صرحاً فهواء. فمن يتحمل مسؤولية ما حصل للنادي الإفريقي والنجم الساحلي وجعلهما في ورطة حقيقية بسبب الصعوبات المالية والهشاشة التسييرية؟ نعطي الكلمة للأستاذ كمال بالخليل والحاج صالح الثابتي باش نحكيه على الأزمة المالية الخانقة اللي ساهمك في تراجع نتائج النادي الإفريقي وكذلك النجم الرياضي الساحلي، وتحية لصديقنا مكر باللقام اللي تغيب الليلة لالتزامات عائلية. نحب نرحب ترحاب خاص بسي محمد خليفة رئيس جمعية الخطاف الرياضي بالقلعة الكبرى، مرحبا بك. مرحبا بك أخي الصحبي، مرحبا بالأخيين الكل. نجد التهاني الفريق الملعب التونسي، الفريق اللي عنده مكانة خاصة في قلوب التوانسة الكل في كامل تراب الجمهورية، كذلك نادي التضامن وكافة الفرق المتوجة. يعطيك الصحة وربي يفضلك سي محمد علي بن خليفة. ترحاب خاص كذلك بسي إبراهيم مرغاد رئيس جمعية المستقبل الرياضي بالتضامن، مرحبا بك، نورتني بحضورك. عايزك مرحبا بالناس الكل. معناها نحب نهني جارنا، انا نقول الملعب التونسي خاطر تعرفوا ما بيناتنا 2 كيلومتر ولا 3 كيلومتر، معناها خيانا. ونحب نهني خطاف القلعه الكبرى على صعودها، ان شاء الله ما نحصل لي احسن. ونرحب بالخيان ونشكرك شخصيا على الاستضافه، ونعرف ان التضامن عندها معناها حنين خاص، جيتنا بامال دو فوا معناها للملعب وعندنا صعوبات في الملعب، ان شاء الله باش نسردوهم بعد الصعوبات هذوما. مرحبا مرحبا بك استاذ كمال بالخليل. النادي الافريقي صعوبات ماليه، ما نعمل انتدابات، فوضى تسييريه على غرار النجم الساحلي، باش نحكوا على زوز الجمعيات في نفس الوقت. وتتعمق القضيه الاستشهار، تعرفوا هو اللي تعيش به النوادي، الشركة القطرية ينتهي عقدها مع النادي الإفريقي، يتجدد ما يتجددش، ولو أنه المعلومات الموجودة لن يتجدد هذا العقد، صورة رسمية ما تجدد. كيف استشهار إماراتي مع النجم الساحلي يتم إيقاف العقد قبل ما ينتهي العقد، قبل بزوز مواسم، وين باشين زوز النوادي هذوما متر؟ زوز نوادي الأزمة المالية يعيشوها، يعني هي أزمة نتيجة، أنا ديما نقول نرجع ونقول أنه نتيجة القوانين اللي قاعدة تسير في كرة القدم التونسية، لأنه مادام القوانين تعتبر الفرق الرياضية هي فرق هاوية أبيوت نون لوكراتيف، القانون متاع الجمعيات يقول لك أبيوت نون لوكراتيف، واضح يعني أنهم ما عندهمش غايات ربحية ومش ممكن أنهم يكونوا عندهم غايات ربحية. هذا شنو يؤدي؟ يؤدي أنه الجمعيات هذية الرياضية فرق هذية ما عندهاش الحق تملك أصول تجارية، ما عندهاش الحق تستثمر في المجال التجاري. إش خلى؟ خلى أنه الفرق تعمل على المبادرات الفردية. الفرق اللي قاعدة عايشة لباس ماديا هي فرق ربي سبحانه أعطاها رؤساء اللي قاعدين يصرفوا، ترجي رياضي، العمران، توا النادي الصفاقسي. النادي الصفاقسي كان في نفس الأزمة مع كيما النادي الإفريقي والنجم الساحلي. اليوم تبدت الوضعية، تبدت الوضعية لأنه جاء رئيس حتى الباكو. يعني مادام القوانين مربوطة بشخص الرئيس
المعاناة هذه باش يقعد كل مرة نلقاو زوز ثلاثة فرق يعانيوا فيها. الحل هو في تغيير القانون، لأنه باش نقعدوا اليوم نستناو. وشفت النادي الإفريقي ما بغير ما نرجعوا للتاريخ، الأزمة بدأت مع الرئيس السابق سليم الرياحي اللي جاء كانت عنده سيولة مالية كبيرة برشا، رفع في السقف نتاع العقود، في سقف الأجور، ثم نتيجة تداخل السياسة والرياضة النادي الإفريقي لقى روحه هو اللي دفع الضريبة نتاع العركة اللي خاضها سليم الرياحي مع خصومه السياسيين. دونك تقول لي إلى متى صاحبي؟ نقول لك إلى أن يتغير القانون أو يأتي إلى أحد هذين الفريقين راجل، مثلا نحكي عن النادي الإفريقي، يلزم يجي شخص يقول لهم، يجي نص النهار نص النهار ودرجين يحط 8 مليار دويت. وهنا نسألك سؤال أستاذ، شوفوا شنو صحيح، سمعنا برشا على مواقع التواصل الاجتماعي، سمعنا في الكوليس السيد منير الجيز رجل الأعمال الناجح والمعروف ابن النادي الإفريقي سيكون المنقذ للنادي الإفريقي، فما أطراف من الدولة قاعدة ساعية باش تتصل بهذا الرجل، نفس الشيء يحكيوا على سي معز إدريس كمنقذ النجم الساحلي، ونفس الكلام اللي تقال على سي منير الجيز تقال على سي معز إدريس، أين الحقيقة من الخيال؟ هو أنا سمعت الخبر هذا زاد، لكن اليوم بصورة رسمية تأكدت أنه الخبر معناتها حد وحد الفرقة على الإعلامية، لا أكثر ولا أقل، لا أكثر ولا أقل، لأنه شخصيا تحدثت مع زوز أشخاص اللي عندي فيهم ثقة في محيط النادي الإفريقي، يقولوا لي نحكي على الأقل على النادي الإفريقي، يقولوا لي أنهم اتصلوا شخصيا بالسيد منير الجايز، انفاء كل علاقة ليه بأي حل يهم النادي الإفريقي، بل أكثر من هكا واحد من الخيان قال لي جملة مش لازم نعاودها، تخليني نقول أنه معناتها ما ثماش حل من جانب رجل الأعمال هذا منير الجايز اللاعب السابق للنادي الإفريقي. دونك هي فرقة عالمية، بعض المواقع اللي سمعناها مع بعضنا صاحبي وأنا بيدي حاولت نسأل عليها، الحقيقة ثم شكون قال لك هي موجودة موجودة، لكن وقتي سلت ثم شكون مشى دروا وبيت مشى المنير الجايز سألوا قالوا ما ثمش منها، ما عندي حتى علاقة بالموضوع، ما الأمر لا يعنيني لا من قريب ولا من بعيد. دونك أنا أعتقد أنه والسيد هذا أحمله محمل الصدق، أعتقد أنه الحل ما هوش بش يكون عن طريق منير الجايز. واضح. ولو أني أدرك جيدا أن منير الجايز غيور جدا على النادي الإفريقي، يتألم لوضع النادي الإفريقي، لكن اللي نعرفه دابريل المقربين كيف كنت كمال موجوع الرجل اللي قالوا ما كبروش به إلى متى، لأنه منير إيش نقول لك كمال، أنا كي نكبر بيك ونفرح بيك ونعطيك كارك راني غدوة كي ندق عليك الباب راني نلقاك، أما أنا ما نتعاملش معاك كومبليتمون وقت الغسرة نجيك طبيعي جدا ما نلقاكش. صاحبي ديما نختلفوا على خاطر أنا وياك نتعارك، ولكن هذه أمنا مريضة، يا متعارك انا وياك تخلي امك مريضه دق عليه الباب، ما ندقش نمشي لامك دق الباب، امك عندك واجب. نقول لك اش قال، انا ما حابيش نقولها، قال لهم انا من احباء اولمبيك الكاف ما نحبش النادي الافريقي. لا انا نتصور لعطاك المعلومه غلط، وانا نلزم ان منير الجايز وفي للنادي الافريقي ونتحدى اي طرف يقول لك يا خويا اذا هو يحب النادي الافريقي هاو جمعيته تستنى فيه 7 مليارات بالنسبه لي حتى شيء.